قال الإمام ابن ماجه رحمه الله، ماشي. قال المصنف رحمه الله: كتاب الوصايا، باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، صاحب المصنف ثقة ثبت أمين، لا جماعة إلا الترمذي، قال حدثنا شريك، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي. قلنا هو بعضهم كان يقول بأنه مدلس، كان مشهورا بالتدليس، وهو أيضا حفظه في كلام، ولما استلم القضاء ضعف حفظه. قال عن عمارة بن القعقاع، عمارة بن القعقاع الضبي الكوفي هو ثقة، وثقة ابن معين، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال النسائي ثقة، وابن شبرمة مقرونا بابن شبرمة، هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل أبو شبرمة الضبي الكوفي أيضا. أبو حاتم قال ثقة، ووثقه ابن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي أيضا. قال عن أبي زرعة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي أبو زرعة، قال معين ثقة، وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نبئني ما حق الناس مني بحسن الصحبة. فقال: نعم، وأبيك لتنبأن أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. نعم، وأبيك لتنبأن أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال: نبئني يا رسول الله عن مالي، كيف أتصدق فيه؟ قال: نعم والله لتنبأن، تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك هاهنا. قال: قلت مالي لفلان ومالي لفلان، وهو لهم وإن كرهت. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قاتل أثبات والله الجماعة، قال أنبأنا حريز بن عثمان، حريز ولا حريز؟ حريز بن عثمان ثقة، وثقة ابن معين، وأيضا وثقه البخاري وغيره. قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة، عبد الرحمن بن ميسرة أبو سلمة الحضرمي الحمصي قائد ابن المديني، قال مجهول، لكن العجلي قال ثقه، و ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن جبير بن نفير، وجبير بن نفير ابن نفير ابو عبد الرحمن ايضا الشامي الحمصي، ورصع بالشاميين، قال ابو حاتم ثقه، وقال ابو زرع ثقه، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن بصر بن جحاش القرشي رضي الله عنه، انت قفزت عليه، عن جبير بن نفير وهو من الثقات، وثقه ابو حاتم وابو زرع وابن معين. قال عن بصر بن جحاش القرشي رضي الله عنه، قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه، ثم وضع أصبعه السبابة، وقال: يقول الله عز وجل: أما تعجزني ابن آدم، وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه، وأشار إلى حلقه، قلت: أتصدق، وأن أوان الصدقة، أوان الصدقة. ممتاز، هذه الأحاديث فيها الحث على الصدقة، وأيضا فيها ضبط النفس عن التبذير المالي في وتضييع المال حال الحياة والصحة وعند الممات، وعند ذلك ينظر أينفق أو لا ينفق، كما قال الله جل في علا: وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن هذه الأحاديث أحاديث فيها إشارة إلى الحث على الصدقة، والحث على أداء الحقوق قبل الممات حتى ينجو المرء. وفي مسائل، المسألة الأولى بأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: ما حق الناس مني بحسن الصحبة؟ قلت دائما بأن هذه تذكرنا بتأصيل المسألة، وأنه يجب الرجوع إلى العلماء في كل أمر، في دقيق وجليل صغير وكبير، ترجع إلى العلماء. والله لو الأمة التزمت هذه الفائدة فقط ورجوع إلى العلماء، والله والذي نفسي بيدي لارتقت الأمة إلى أعالي القيادة والسيادة والريادة، لو رجعت الأمة إلى العلماء. أنت تنظر الآن، ما من رواية، ما من حديث، ما من حكم نمر عليه إلا ونجد أن هؤلاء الأخيار الأبرار جميعا يرجعون فيه إلى النبي، أو يرجعون إلى العلماء الصحابة. فرجع إلى النبي وقال: من حق الناس مني بحسن الصحبة. هنا قال: نعم وأبيك. نعم وأبيك، هذا الواو نون قسم،
الواو هنا واو قسم، فهل يصح أن نقول بأنه القسم بغير الله جل في علاه؟ وهذا حديث قد ورد، وهذا الحديث فيه احتمالات. ولذلك الصحيح في هذا الحديث أن نقول بأنه هناك تقدير نعم ورب أبيك، قال نعم ورب أبيك لتنبأنا، والدلالة على ذلك المحكم الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر الخطاب يحلف قال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما من قال بأن هذه خاصة بالنبي وأن النبي لا يقع في الشرك، هذا خطأ، هذا خطأ، قد حذر الله جل في علاه بقوله، قال الله جل في علاه ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وأيضا بقوله عن الأنبياء جميعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهو الذي نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالصحيح أن نقول في قوله نعم وأبيك يعني نعم، والتقدير هنا نعم ورب أبيك لأنبئك، نعم ورب أبيك لتنبأنا. ثم قال له أمك ثم أمك ثم أمك، دلالة على فضل الأم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، قال لك أبوان؟ قال نعم، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذه دلالة واضحة جدا على أن بر الوالدين من أفضل الطاعات، وأن الإنسان لا يختار لنفسه طاعة توافق هواه ثم يقول بتقرب بها إلى الله حتى لو كان جهادا. المسألة مرتبة من عند الله جل في علاه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. لذلك فضل الأم عظيم، وبر الأم من أفضل الطاعات. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها ثلاثا، دلالة واضحة جدا على ما تعاني الأم في هذه الحياة، والحق بأنها ملكة البيت، وأنها تعاني معاناة لا يعانيها أحد من الحمل ثم من الولادة ثم بعد ذلك من الرعاية ثم من التربية ثم من الخوف عليهم. هذه المسألة مسألة ظاهرة باهرة واضحة لائحة في الأفق، فضل الأم عظيم لا يمكن أن يوزن بوزن. لذلك قال أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك، هو أحق الناس بصحبتك، ولأنه من أواسط الجنة، ولأن دعوة الوالد لولدي أو على ولدي مستجابة. فقال نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل ما يمكن أن يكون خيرا له بأن يتصدق، وهو قوي وهو غني، وهذه من أفضل الصدقة. لذلك قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمن العيش وتخشى الفقر، هذه أفضل الصدقات، هذه هي أفضل الصدقات التي إذا أخرجها المرء كانت مقبولة عند ربه جل في علاه. بعد البر النفقة، فهذان من الأعمال اللذان يسرع بهما أو يسرعان بالمرء إلى ربه سبحانه جل في علاه، البر بر بالوالدين لأنها اقترنت بالتوحيد، والصدقة لأن فيها النفع المتعدي، وفيها قضاء الحاجات وسد الخلات، وفيها ما فيها من القربات، والله يخلف عليه في الدنيا قبل الآخرة. هذه بالنسبة للمسائل التي في الحديث الأول. ولذلك هنا قال نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق، ما أسعدني بهذه اللفظة. وإن كنت لم أنتبه لها لكني سجدت لها، لأني كما قلت لكم لا يمكن أن تبقى نعم وأبيك على ظاهرها بحال من الأحوال، لا يمكن بحال من الأحوال، وهذا للتأصيل العام. ولذلك طالب العلم إن ضبط الضوابط خلاص لا تميل الرياح بحال من الأحوال، مهما أتيت بالأدلة سأردها على التأصيل العام. شوف انظر، نعم وأبيك قلت لابد من التقدير نعم ورب أبيك، أهي جاءته الآن، قال نعم والله لننبئنا. فهذه دلالة واضحة جدا على ما قلت في التقدير، أنه قال نعم ورب أبيك، لذا سجدت لها سجدة وليتني مت فيها،
لكن أبقى إن شاء الله حتى تنتهي كل هذه أو ينتهي الهدف كليتنا، وبعد ذلك نرحم هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا. نحمد الله على التوفيق. فإذا قال نعم والله لا تنبأن، صدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل. وأما في الرواية الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لمكانة الإنسان، علامة الكبر، علامة التجبر، علامة التكبر، هكذا حال الإنسان، هكذا وزن الإنسان وقيمة الإنسان. الإنسان مع عجز وضعف ونقص، كيف له التكبر والتجبر؟ كيف له أن يكون كذلك وربه الجبار والذي خلقه وسواه فأحسن صوره سبحانه جل في علاه؟ فيقول الله يا ابن آدم، يقول الله عز وجل تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، فقد خلقه من نطفة سبحانه. وإنه قال إن مثل آدم عند الله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهنا جاءت إذا بلغت الحلقوم قال أتصدق وأتصدق، ليس هذا أوان الصدقة. لذلك قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أنفقوا، قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وقد بيّن النبي أن أفضل أوقات الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر، هذا هو الأعظم لك أجر عند ربك جل في علاه. وهذا فيه أيضا إظهار العبودية وصدق العبودية لله جل في علاه. اللهم ارزقنا الصدقة يا رب العالمين بأنواعها، الفوائد المستنبطة، الرجوع إلى العالم. سأبقى إلى الممات أقول هذه الفائدة، نسأل الله أن ينفع بها وأن يعملوا بها وأن يتعلموها، وألا نرى ما نراه الآن مما يدمى منه القلب في السب. أنا الذي قصدته عشان ما أحد يذهب ويجيء، سمعت رجلا وهو من العوام لكنه يعني من طائفة تربي، فكيف فقال عليه، وهذا مفتي لبلد مهمة وهو رجل، فقال مفتي ابن كذا، قال شيخ ابن كذا. طبعا كلام أنا سمعته، أنا سأموت كمدا في هذا الباب. أتبقى الأمة، أترتفع الأمة بمثل هذا؟ يا أخي اجعل الأمر على ما يخالفك في كل شيء وخطئه كيفما شئت واجعل أمره لله، لكن لا تنتقص هذا الانتقاص من هذا العالم، ولا تجرئ الناس على العلماء. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ الجرأة على العلماء والله العظيم، والله مهلكة للأمة، والله مهلكة للأمة. الجرأة على العلماء إسقاط للشريعة، فيها إغضاب لله. الناس لا تعقل لا تفهم، لكن هم عندهم وهو يزعم دينا، يزعم نصرة، يزعم تطبيقا لدين الله. أمن تطبيق دين الله القدح في العلماء حتى ولو زلوا أخطأوا؟ هكذا. ومن أنت لو اتهمته بالنفاق؟ قد تكون أنت المنافق ليس هو. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. لذلك دائما أقول الرجوع للعلماء. والله لن تفلح الأمة إلا بذلك، والله لن يستقيم أمرها إلا بذلك، والله لن تنجو من هذه المهالك وقد أحدقت بها المخاطر، وقد وحقا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأكلة الآن على القصى. تتداعى الأمم الآن كما تتداعى الأكلة على القصى، لا نهاية لنا إلا بذلك. ومن لم يعرف الأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل. الرجوع إلى العلماء، رجع قال من حق الناس مني بحسن الصحبة. الحلف بغير الله شرك، عشان أؤكد المسألة. نعم أبيك، نعم ورب أبيك، فضل الصدقة، فضل بر الوالدين، صحة القياس عندما مثل النبي صلى الله عليه وسلم.